اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم المالطا فندي. النهارده حلقه استثنائيه، حلقه خاصه. النهارده جايين نفرحكم في ليله عيد الفطر، تاني ايام العيد هنعمل حفله. النهارده جايين ساعتين على الهواء مباشره، معانا اجدع مطربين واحلى مطربين شعبيين، هنسمعكم الفن على اصوله في سهره جميله وليله جميله من ليالي الصحه والجمال، سهره عيد الفطر مع المالطا فندي. النهارده هيبقى معانا على الاورج العازف المتميز والموسيقار روماني خلف. اهلا بيك يا استاذ روماني، منور برنامج المالطا فندي وقناه الصحه والجمال. كمان هيبقى معانا على الطبله الاستاذ صبحي خلف، منورنا يا استاذ صبحي واهلا بيك في البرنامج. كمان معانا على الدف الاستاذ عبد الظاهر سالم. اهلا وسهلا. صح كده ولا انا قلت غلط؟ الرق الاستاذ ماشي الرق، اصل انا برضه جدعان على قدي. ماشي الاستاذ عبد الظاهر سالم على الرق، صح كده؟ ومعانا كمان مين بقى؟ عم ايمن حميدو على الدف، منور يا عم ايمن. ايه الحلاوه دي؟ والنبي انت منور، نورت المالطا فندي والصحه والجمال ومدينه الاعلام والانتاج الاعلامي قصدي ومحافظه الجيزه ومدينه 6 اكتوبر. اه والله ومنور هنا حبيبي يا عم حميد. كمان معانا النجم الجميل عبد الله العربي. حبيبي منور يا نجم، خليك كل سنه وحضرتك طيب. عبد الله يا جماعه هيمتعكم النهارده، هتسمعوا منه حاجه مفاجاه، حاجه واو بامر الله ان شاء الله. حبيبي عبد الله منور. كمان معانا الفنان الكبير مجدي الحسيني. منور يا مجدي. الفنان مجدي الحسين يا اخوانا خالو الفنان عبد الهادي العجوز، كان معانا حلقه قبل كده، راجل فنان عالمي يعني. حبيبي منور الدنيا. كمان معانا بقى الحنجره اللي هترعبكم والصوت اللي هيفزعكم، الصوت اللي هيخليكم تقوموا جري من قدام القناه، نجم النجوم حبيبي طه الامير. حبيبي يا استاذ منور. الله يخليك. منور والله. وجودك يا استاذ حسن يعني بصراحه صوتك جميل جدا. حبيبي جدا حبيبي، لكن اللي يشوفك الله اكبر يعني اتخض. حبيبي يا استاذ حسن. حبيبي يا باشا الحمد لله. منور الحلقه ومنور البرنامج. الله يخليك. منورين الدنيا كلها. اعزائي المشاهدين كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب، ويا رب دايما نبقى في ايام عيد وسعاده وفرحه. و مشكلتنا ان احنا بقى بنعدي النهارده في ايام فيها كورونا وفيها مرض ووباء، وفي ناس كتير حزينه ومغمومه وزعلانه ومحظوره في البيت وقاعده في البيوت، وفي ناس ما بتخرجش والوضع بقى. احنا النهارده قررنا انا والناس دي نيجي ويعني نعدي الحظر ونيجي نخرج ونغامر. هي مغامره عشان تبقوا عارفين برضو، لان الجو مش الدنيا مش مظبوطه بره، فاحنا بنغامر عشان نسعدكم، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونسعدكم ونقدم حلقه تعجبكم ونقدر نسعدكم النهارده مع المالطا فندي، وحلقه خاصه وسهره عيد الفطر المبارك. واحلى حاجه هنبدا بيها النهارده مع النجم والفنان الكبير اللي هيمتعنا بصوته اللي هيخضكم قوي، فنان طه الامير. حبيبي حبيبي اتفضل يا فنان. حبيبي تعالى جنبي هنا. حبيبي سمعني ايه بقى؟ اللي تقول عليه برضه ما انا قايلها في الهواء. ما تقوليش قول لي اسمعك اللي تقول عليه. طبعا نقول حاجه الحسن الاسمر. اه نقول حاجه الحسن الاسمر. نقول حاجه الحسن الاسمر. ماشي. بس عايز اقول لك على حاجه يعني. اتفضل. يعني مين اكتشف فيك موهبه الغناء بصراحه؟ انا اللي الحمد لله. اه الحمد لله. انت بصراحه واخدها بدراعك يعني. انا حاسس انت كنت خارج مره وبتضرب حد فقلت له خد ياه. لا والله ده انا طيب طيب جدا والله، ويعني بحب الناس كلها وبحب الخير للناس كلها. انا بحبك جدا وبكلمك. حبيبي حبيبي استاذ حازم. احنا هنا مبسوط عشان نبسط الناس ونبسط الدنيا. حبيبي استاذ حازم طبعا، وانا فرحان طبعا يعني بوجودي معاكم كده، والفنانين الكبار دول طبعا معانا، والاستاذ عبد الله والاستاذ مجدي، وانت منور الدنيا. وطبعا المخرج الجميل الاستاذ رامي طبعا الجيار نجم الجميل. فنسمع حاجه طبعا الفنان الجميل رحمه الله عليه الفنان حسن الاسمر. نسمع العشق الجميل. يلا باشا نسمع حسن الاسمر. ايوه ايوه Thank you.
اكسب ثواب فيا، اكسب ثواب فيا، واقرب كتابي الدواء وشوف علاج ليا، وشوف علاج علاج ليه، ومن دواك حطلي، ومن دواك حطلي في قلبي وعنيا، في قلبي وعنيا، أكبر طب القضاء، أكبر طب الجراح، والقلب شافوه قالولي، قالولي قلبك راح، ولا عرفوا يشفوني، ولا عرفوا يشفوني، وكل واحد، وكل واحد بكلمة عشاني واسوني، يا عيني يا عيني، دول عرفوا السبب، دول عرفوا السبب، ولا دول عالجوني، ولا دول عالجوني يا ودول قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، المجروحين من الصدمه الدنيا ماشيه على كلمه، المجروحين من الصدمه الدنيا ماشيه على كلمه، وزمان بيقسى على الحلوين، زمان بيقسى على الحلوين، الخلق ماشي معرفه، دول قالوا، دول قالوا، دول قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، لا داوي الجراح ولا جابوا اللي راح، لا داوي الجراح يا مرض اللي راح، لا داوي الجراح ولا جابوا اللي راح، لا داوي الجراح، دول قالوا، دول قالوا، النفس عايزه ومش طايله، ودموعي عن خدين شايله، النفس عايزه ومش طايله، ودموعي عالخدين سايله، من صغري ماشي يا عيني عالشغل، من صغري ماشي يا عيني عالشغل، واسمتي في الناس مايله، دول قالوا، دول قالوا، دول قالوا، دول قالوا، جد العسل اشرب منه، كان المراره اتعب منه، جد العسل اشرب منه، كان المرارة اتعب منه، ولما رحت اشكيك يا زمان، لما رحت اشكيك يا زمان، ردت وقلت العيب منه، دول قالوا، دول قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، ومرت قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، ودول قالوا، الدنيا والناس وزمان، تلاتة كده مكاني، الدنيا والناس وزمان، تلاتة كده مكاني، تلاتة من مر ساقوني، تلاتة من مر ساقوني، نسوني اسمي وعنواني، دول قالوا، دول قالوا، دول قالوا، طال العناب ولا فيش فايدة، عذاب في جسمي ونار قايلة، طال العناب ولا فيش فايدة، عذاب يا مرض نار قايلة، خدت الدواء يشفي جروحي، أنا خدت الدواء يشفي جروحي، بقت جروحي أنا السيدة، دول قالوا، ودول 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 قالوا،
سمعتي في الناس مايله نفسي عايزه يبص طايله ودموعي عالخه كل سايله النفس عايزه ومش طايله ودموعي عالخه كل سايله من صغري ماشي يا عيني عالشوق صغري ماشي يا مرتي عالشوق وسمعتي في الناس مايله دول قال الله الله حبيبي. ايه يا عم الحلاوه دي اثبت هنا ايه الجمال ده حبيبي ايه الحلاوه دي صح الحمد لله قول لي بقى انت تعالى بس اهو اهو انا معاك اهو انا معاك هعمل لك اختبار الوقت قول يا باشا تعرف تغني اغنيه يحن الحلوين يحن الحلوين اه تعرف لا ايه بقى انت لازم تغني يحن الحلوين يحن الحلوين قول طب يلا لا انت صدقني طب انا اقولها لك انا شوف انت ما ترجعش اهو اهو يلا يلا معايا بقى يلا يا رومان يحن يحن الحلوين يا مقطاطين يا احنا الحلوين يا مقطاطين يا سمن سايح جوه الصفايح يا هو ضاهو يا هو عرسنا هو اوعى يا ولعة اوعى يا ولعة غدا ونزل الترعة اوعى يا ولعة شفت بقى طبعا هو ده انا عايز انا عايز الفن العميق هو ده معايا برضه الرهيب حبيبي يا فنان اتفضل يا باشا حبيبي استاذ اتفضل اعزائي المشاهدين لسه مكملين معاكم السهره واستمتعنا بالفنان طه الامير الجميل صاحب الصوت العذب القوي حبيبي تحس ان في ترين داخل عليك الله اكبر ما شاء الله عليه ربنا يحفظه ويحميه استمتعت جدا بفكرني بالفنان عبد الاسكندراني والفن يعني والفنان شفيق جلال والناس اللي بتقول المواويل الجميله اللي احنا افتقدناها الفتره اللي فاتت دي كلنا دلوقتي الجو كله مهرجانات ودب ورزع والدنيا ايه مش تمام فالاستاذ طه فكرنا بالزمن الجميل الحلو ده نروح بقى شويه للشباب عايزين نسمع حاجه شبابيه شويه من فن شاب من فنان شاب كده جميل معانا الفنان مجدي الحسين منورني يا فنان تعالى هنا يا باشا تعالى جنبي اهلا بيك اتفضل يا باشا سمعني يلا بربنا ايوه سمعني ما هو كل حاجه يعلم ربنا يعني دي اغنيه اسمها يعلم ما ماشي ربنا عالم كل حاجه الحمد لله يعني انا المفروض اقول لك يستر ربنا الصراحه طيب يلا قول لي بس انت بتغني من امتى شكلك صغير يا مجدي اه بتغني من زمان ولا ايه يعني مين اكتشف فيك موهبه النجم عباد العجوز هو اللي قال لك انت صوتك حاجة. طبعا نشوف نسمع يلا يا باشا سمعني ايه طيب يا اسماعيل انت قلت معلش يعلم ربنا يعلم خلاص نسمع يعلم ربنا اتفضل يا فنان اتفضل حد خاطر واللي عنده حساب يجيبه واللي واقف الشده سافني يبقى يقعد ويحاسبني حقي هاخده مش حاسب الايام بتروح وتيجي واللي عايز بكره يجي مش
هيلاقي غير مفيش، واللي نازع بايله فيا عندي ليه مفاجأة ويدية، والجميل ما بيتنسي. يعلم ربنا ما جيتش مرة زعلت حد، بعمل مش هنا لو كيف مرة ظلمني حد. يعلم ربنا ما جيتش مرة زعلت حد، بعمل مش هنا لو كيف مرة ظلمني حد. لا كلام ينفع ولا الندم الزم حدودك لو قصاد نسر الصعيد، لا كلام ينفع ولا الندم الزم حدودك لو قصاد نسر الصعيد. الف شكر للظروف والايام خلتنا نشوف يوم ما افتح الجمال مش هتقلل حد خاطر، واللي عنده احسن يجي واللي وحش يتسلم هيقعد يحاسب مش حسيب. الايام بتروح وتيجي واللي عايز بكره يجي مش هيلاقي غير مفيش، واللي ناسع عمايله فيا عندي ليه مفاجأة ودي من ما بيتنسيش، واللي كانوا حددوني وبيرفضوني ويبسوني كله ينسى ده كان زمان قلبي اصلا معدل غلطته واللي اتعملته سمعته وانا اقول كمان، واللي قال لي معايا الا هفتكر له الف جله، والجدع يعرف يسد ده انتوا واجب تشكروني والصحافه تكرموني. هنقول ايه ناقصي العناب هي كلمه مش هتكتر، السماع مع ناس تقدر ان صرحتي ما تزعلي لو نسيت انا لسه فاكر كل يوم بكتب وذاكر والرخيص ما بجلوش. الف شكر للظروف والايام خلتنا شوف احلى وقت بعيد. ياللي كنت فيهم شاري بعتكم وخسرت فيك وعبت ديان الجديد، ده انتوا أفعالكم غريبة والخسارة لو قريب أحلى من مكسب بعيد، واللي كانوا يحضروني وبيخدوني ويلبسوني كله ينسى ده كان زمان قلبي أصله محب مني غلطته إني قابلته سمعته ولا أقول كمان، واللي قال لي معايا إلا هفتكر له ألف زن والجدع يعرف يسد ده انتوا واجب تشكروني والصحافة تكرموني. هتقولي إيه ناقصي العلاج هي كلمة مش هتكتر السماع مع ناس تقدر إن صرحتي ما تزعلوا لو نسيتوا أنا لسه فاكر كل يوم بكتب وذاكر والرخيص ما بجلوش. ألف شكر للظروف والأيام خلتنا نشوف. الله ينور يا فنان حبيبي يا مجدي. معانا تليفون، معانا مداخلة. عماد سكر، عماد سكر. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا نجم؟ عامل ايه يا فنان؟ والله انا بس حبيت اعمل مداخلة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، واحيي اسامة الملط على الدور اللي عمله. اجمل وقت انا فيه والله العظيم بجد، فعلا حاجه مشرفه جدا تجسيده شخصيه الشهيد المنسي. تحياتي ليكم وفريق الاعداد والمخرج وكل المجموعه والاستاذ محمد رمضان، كل سنه وانتم طيبين، والفريق اللي معاه دلوقتي انا للاسف مش قدام التلفزيون انا بره،
بس حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ودايما كده يا استاذ حسين في داخل انا البهجه والفرحه يا رب دايما. حبيبي يا فنان انت مخضوض كده ليه يا ابني؟ مش عوايدك دي خالص. تعبان شويه والله. مالك ايه انت صايم ولا كورونا دي ولا ايه الحكايه؟ لا 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 عندي لوز مش كورونا ولا حاجه. لوز؟ اه الحمد لله. ما هو كله بيقول لوز وتطلع كورونا في الاخر. لا 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 مش كورونا. لا الف سلام عليك يا عماد. عماد سكر النجم الفنان الجميل الرائع ملحن ومطرب جميل ودايما يعني صديق عزيز لينا وبيضيف معانا دايما في البرنامج. بشكرك يا عماد على هذه المداخله الجميله. للاسف بس انا بحييهم كلهم والله وان شاء الله باذن الله رب اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي يا عمده كل سنه طيب. بشكرك يا عماد. شكرا. في مداخلات ثانيه؟ طيب لسه مكملين معاكم النهارده السهره مطوله، احنا لسه مكملين معاكم لحد 12 سهره جميله ان شاء الله تعجبكم. ونروح الوقت للنجم الصوت الشاب الفنان صاحب الصوت العذب نجم جنوب الجيزه الفنان عبد الله العربي. حبيبي يا استاذ منور يا عبد الله. اتفضل يا عبد الله. ماشي منور المالطه فين؟ ربنا يخليك يا استاذ. سمعني يا عبد الله. يعني العشاء من احمد سعد. العشاء ما عشاء مات. اه هو مات والله مات وخدنا عزاه كمان. نسمع العشاء يا باشا. نسمع يا باشا. اتفضل يا باشا. الفنان روماني خلف الموسيقار الجميل اللي متعنا النهارده. بس خلي بالكم كلكم عمالين تقولوا العشم واللي مات والعلاج والطبيعه، احنا عايزين نفرفش الناس شويه. يعني احنا كده خلاص كده كل واحد فيكم خد ايه واحده كبوه. خش بقى على الرق بعد كده، ماشي اديها زي ما انت، تمام؟ يلا باشا. تفحشي ده انا شفت منهم عذاب كتير ده انا شفت منهم عذاب كتير صحاب سبرت في لحظه بطيء اللي اتقدم وقتها فيه بطولي وسطكم ما بخافش كل اللي تبقى أصيل قوي وطيب معاهم منهم تملي بتنخدع وتدو أذاهم معظم جراحنا بتيجي من لحم ناديناهم ورمونا بعد ما وصلوا بعد ما عليناهم اللي قلت حبايبهم طلعوا كذبة وطلعوا هم اللي قلت حبايبهم
طلعوا كدبه وطلعوا غمة، جرحوا فيا دنيا سم، باعوا قلبي كمان رخيص اللي ياما اتمنوا ودي، فجأة قلبوا صباحوا ضيق اللي ياما اتمنوا ودي، فجأة قلبوا صباحوا ضيق. عدي الله يا دنيا عدي، اتخدعت في خيام خسيس كله لابس والشطيبة، والمعاملة بقت غريبة، كله لابس والشطيبة والمعاملة بقت غريبة، واللي على نياته زي اتأذى ودفع الضريبة. كنت دايما أقول عينيا حتى لو يومكم عليا، كنت دايما أقول عينيا حتى لو يومكم عليا، كنت برضى وأقول وماله والنبي هتقول أحلى مزمار عندك. شفت أسوأ وقدري منهم غدروا بيا ما حد سم، بس ناوي أخلص بحقي مش هفاصل أو هبقي، بس ناوي أخلص بحقي مش هفاصل أو هبقي، حتى وقت الطيبرة ومن عذاب ليكم هنقي. ناس ومرعتش الأصول كدابين ما طمعش كتير وبسكة للوصول، يلا عاد الله يجازيك. ناس وما راعتش الاصول كتب ما طمرش فيه، خدوني سكه للوصول، يلا عاد الله يجازيك. اللي لابس وش طيبه والمعامله بقت غريبه، واللي على نياته زي اتاذى ودفع الضريبه. الله 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 عبد الله رضوان البرنس يا اخواتي ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليك يا استاذ. لا نجم والله عالمي، يبارك فيك الله. احسنت. عمنا طه الامير حبيبي يا استاذ، منور الدنيا بوجودك يا استاذ. والله انا فرحان بوجودك معايا. الله يخليك يا ام حسن، حسستني كده بالناس بتاعتنا بتاع زمان على طاوله الفن. حبيبي حبيبي يا ام حسن. اللي قول لي بقى، انت ليك كام سنه بتشتغل في الفن؟ كده مثلا ممكن نقول 28 سنه. 28 سنه؟ 28 سنه ما شاء الله، ده عمر. وانت يعني عملت اعمال خاصه بيك ولا بتغني برضو زي كده على طول؟ برضو بغني زي كده، وان شاء الله المرحله الجايه ديت باذن الله نازل بحوالي كام اغنيه كده اعملها ان شاء الله. 16 17 اغنيه كتير معايا اغاني كتير، بس انا بنقي الحاجه الحلوه ان شاء الله انزل بيها باذن انت الله. صوتك محتاج حاجه معينه ان شاء الله تستاهل كل خير. انا مثل الاعلى عبد الاسكندران. عبد الاسكندران، عبد الاسكندران مثل الاعلى. طيب معانا تليفون الفنان وليد الحكيم. الله حبيبي يا فنان. الفنان وليد الحكيم حبيبي حبيبي، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. طبعا مساء الفل والسعاده عليكم جميعا. مساء النور، عامل ايه في العيد حبيبي يا استاذ حازم؟ طبعا تحياتي ليك وتحياتي لقناه الصحه والجمال، للقناه المحترمه. حبيبي يا فنان. وتحياتي طبعا لكل اخواتي وحبايب الفنانين الموجودين معاك. الله يكرمك. والاسره الموسيقيه طبعا استاذ روماني نجم المزيكا، وعم ايمن حميد واخواتي وحبايبي طبعا منورين لنا كلهم. كبير اخويا وحبيبي طبعا الفنان طه الامير حبيب. حبيبي يا استاذ حبيبي. والفنان عبد الله والفنان مجدي طبعا نجوم الجميله اللي موجودين معاك طبعا، تحياتي ليهم. السلام عليكم، كل عام حضرتك طيب. وتحياتي طبعا للاداره الكبيره بتاعتنا طبعا عم اسامه ابو مندو. ابو مندو اخويا وحبيب قلبي. حبيبي يا استاذ وليد، قول لي بقى عامل ايامكم كلها خير ان شاء الله يا حبيبي. قول لي بس عيدك مقضيه ازاي في الحاضر ده؟ والله عيدي مقضيه في البيت مع الكحك بقى والبسكويت والاولاد وكده. ما بتحضرش اغنيه جديده ولا حاجه وانت تستغل الفتره دي؟ انا لسه كنت منزل حاجه، انت عارف طبعا ان انا نزلت اللي هي اصحى غفلونا. ما دي غنيتها معانا. عملت حاجه تانية اسمها يعود غزال. لا طب يعني نسمع حته. طيب حته كده تغيرها يعود غزال. أنا يا حاضر ماشي.
يا عود غزل يا بنت الحلال مغرم انا بيكي امتى الوصال يلي الجبل بتلخص عليكي يا عود غزل يا بنت الحلال مغرم انا بيكي امتى الوصال يلي الجمال بتلخص عنيكي يعني حاجه كده. الله عليك الله عليك يا فريد. مش شعبي قوي يعني. لا ده دي حاجه جميله جدا ما شاء الله عليك حبيبي يا استاذ حازم. بشكرك يا نجم على المداخله الجميله دي، نورتني وشرفتني، الف شكر. ربنا يخليك ودايما بالتوفيق كده، وتحياتي لكل اخواتي الفنانين طبعا الموجودين معاك، وربنا يوفقكم وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. تسلم يا فنان، كل سنه طيب وعيدك سعيد وعيدك مبارك ان شاء الله. معانا حد تاني؟ لسه مكملين معاكم. مجد الحسين، قول لي بقى انت ايه حكايتك مع الفن؟ اهو لسه ليك قد ايه بتغني؟ 4 سنين. عملت اعمال خاصه بيك؟ عامل كليب. ايه بقى؟ كليب اسمه ايه؟ قناه شعبيات. كله بيعدي. كله بيعدي؟ اخرجاني الزناتي ده؟ اخرج هشام دينجر. هشام دينجر؟ لكن شفته انا كويس، مبروك عليك. حبيبي ان شاء الله نشوفك ان شاء الله مع استاذ هاني. الجديد شديد ان شاء الله طالما مع استاذ زين. عبد الله انت مستخبي ليه يا عبد الله؟ مش عايز اقول لك بس ان ايه يعني اصلا التكييف انا ما يعني من انصار الناس اللي ما بيحبوش الهواء خالص. معلش حتى بقى بس الحر بتغطى بالبطانيه. استحملنا معانا ساعتين استحمل فيهم بس يعني. لا انا تمام معاك يعني. طيب ربنا يكرمك يعني انت بتدور على حجه عشان لو الصوت مؤثر فتقول لهم ده كان التكييف وانا كنت تعبان. لا بسم الله ما شاء الله. القصه دي انا عارفها بيعملوها كتير. قول لي بقى حكايتك مع الفن ايه؟ يعني انا بغني تقريبا من 2007. كان اول مره كان فيها مسرح، كان فرح في الشارع. والموضوع بدا معايا من ساعتها لحد دلوقتي حسبه 13 14 سنه. عملت كنت صغير قوي بقى. كنت صغير. كنت لسه في ابتدائي ما شاء الله. هي الموهبه اصلا ظهرت عندي بدري، كان والدي مطرب وبطل. هو بطل لما شاف فيها الموهبه يعني. هو والدي صاحب الفضل عليا في ده يعني. ربنا يخليك. وعملت اغنيتين على شعبيات، واحده بخاف افرح كانت كلمات استاذ ناصر جلال اللي كاتب الله ولعبت يا زهر، واستاذ تامر كروان الحان، وعند عم طه الحكيم توزيع. دي كانت اول حاجه بالنسبه لي، نزلت تقريبا من حوالي سنتين. وعملت واحده تاني برضو اسمها الناس بنفسنا. الناس بنفسنا؟ ولا الناس معفنه؟ لا هم الناس بنفسنا. الناس بنفسنا. جميله. انت هتقول منهم حاجه النهارده ولا مش جاهزه ومش هينفع؟ لا هو كل حاجه جاهزه. طيب بقى احنا معانا مين على الهاتف؟ على التليفون شهاب الامير. الله فنان شهاب الامير. الله اتفضل يا نجم. الو كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. مساء النور. ازي حضرتك عامل ايه؟ بخير والله. انت معانا على الهواء طبعا. منورك طبعا اخواتي وحبايبي طبعا. الفنان طارق امير حبيبي يا استاذ صبحي وحبيبه وعم ايمن طبعا. طارق ده حبيبي طبعا، نجم العالم ده حبيبي. عالمي حبيبي حبيبي يا عم شهاب. حبيبي طبعا ابو رحيم منور الدنيا طبعا والفنانين طبعا لما حضرتك طبعا منور، وانت طبعا منور البرنامج كله. انا ولا طه؟ لا حضرتك منور البرنامج. الله يخليك. الفنانين الموجودين معانا طبعا استاذ طه والمعلية. اتفضل يا استاذ شهاب. الاستاذ حازم الملط. استاذ شهاب امرني. الاستاذ حازم الملط مين يا فندم؟ استاذ حازم الملط ده واحد كده زميلنا يعني بيعزف ايقاع. لا حضرتك انت الاستاذ حازم. حبيبي 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 يا استاذ شهاب. منورنا يا باشا. نشكرك يا باشا الامام. عايزين بقى نسمع حاجه. خلي بالك عشان انا خالي عبد الباسط حموده. خلي بالك من زوزو ولا بتقول ايه؟ يعني انا خالي عبد الباسط حموده. حبيبي الفنان عبد الباسط حموده طبعا استاذ ده طبعا. عايزين بقى نسمع حاجه من طه كده الخالي بقى. طب نسمع حاجه الخالي. عينيا يا استاذ شهاب. ماشي يا باشا. تؤمر ربنا يخليك يا استاذ حازم. عينيا تؤمر. طيب واسره البرنامج كويسين وطيبين يا رب. حبيبي يا فنان تسلم يا استاذ شهاب. ربنا يخليك يا فندم. الله يخليك. معانا محمد من حلوان. حلوان يا محمد. حلوان اتضربت ولا ايه؟ ماشي شكرا يا استاذ محمد. حلوان خطط. الحلوان قطعت خالص. الشبكه في ابو سعد بايظه. منورنا يا باشا. عايزين بقى نسمع حاجه للفنان الكبير عباس طبعا حمود. طبعا ده استاذ عباس حموده ده حبيبي. خلي بالك ناخد حماد من شبرا الخيمه الاول وبعدين استاذ حماد. استاذ حماد.
السلام عليكم. اهلا بيك يا استاذ حماد. ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. منورنا يا استاذ حماد. وبشكر حضرتك والله العظيم على الصحبه الحلوه عشره العمر اللي احنا بقالنا سنين ما شفناهمش. احنا مع المالطه فندم مش هتقدر تغمض عينيك. ربنا يخليك. اولا انا بحيي اخويا الكبير واستاذي واستاذي الكبير قوي الاستاذ ايمن حميدو ابو ايه. الراجل محترم. استاذ ايمن. استاذ ايمن حميدو. منور الدنيا. النجم بتاعنا النجم الفنان عبد الظاهر سالم طبعا اخويا الكبير اللي بنتشرف بيه. حبيبه وعشره عمري الاستاذ روماني خلف اللي منور الدنيا. حبيبي قلبي وروح قلبي وجاري والعشره الحلوه الاستاذ طه الامير. حبيبي. وكل اخواتي اللي انا اتشرفت بيهم. استاذ مجدي اللي منور علينا الدنيا واستاذ عبد الله وكل صحبته. تسلم تسلم يا استاذ. بحييهم وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبحيي حضرتك وانت طيب ومتشكرين جدا. طيب يا استاذ حماد. بشكرك يا باشا كل سنه وانت طيب. معانا الفنان عبد الهادي العجوز. الله. يا استاذ عبد الهادي. حبيبي يا باشا عامل ايه؟ خليك معايا على هادي يا استاذ عبد الهادي. حبيبي يا استاذ عامل ايه؟ اخبارك ايه يا استاذ عبد الهادي؟ معاك يا حبيبي يا حبيبي. اكيد وحشك الطربوش بتاع المالطا يا فندم. تمام يا باشا. حبيبي كل سنه وانت طيب. والله العظيم ده حبيبي وانت منور الدنيا والله والاستاذ طه. تسلم. وانت طيب يا باشا. كل عام وانت بخير عيدك مبارك. حبيبي يا باشا انت عامل ايه؟ والعريس عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله بيسلم عليك يا باشا. الله يسلمك كل سنه وانت طيب. تمام يا باشا زي الفل. الله يخليك. تقول حاجه للجماعه اللي معانا ولا ايه؟ بحيي اخواتي وحبايبي. ها؟ اه. معايا. بحيي طبعا الاستاذ طه وبحيي ابني طبعا الاستاذ مجدي الحسيني. وبحيي الاستاذ رامي وبحيي طبعا الاستاذ روماني حبيبي وبحيي الاستاذ ايمن حميدو واستاذ روماني وحبايبي اللي منورين الدنيا كلها وطه طبعا ده حبيبي واخويا على عشره عمر يعني حبيبي يا استاذ عبد الهادي يا محترم منور الدنيا كلها وطه حبيبي حبيبي يا استاذ عبد الهادي طبعا بحيي النجم الكبير حبيبي طبعا وابنه وابن اختي الاستاذ مجدي الحسيني حبيبي الفنان حبيبي يا باشا تسلم انت حياتي الناس كلها الا انا ماشي ماشي لا ده انت انت الاصل ماشي 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 يا استاذ عبد الهادي ماشي لا لا انت الاصل ما اقدرش قول له انت نسيت ابو حبيبي انت هو منظر حبيبي سلمنا انت نسيت الاداره برضه انت كده خدت مخالفه يا استاذ عبد الهادي لا ما اقدرش نسيت الاستاذ الموسيقار الاستاذ روماني روماني خلف لا والله قلت بحيي الاستاذ روماني حبيبي لا ما قلتش لا انا بحبكم كلكم لا انا اللي بسمع انت ما قلتش لا مالش يا زلموني لا لا كل سنه وانتم طيبين والله قلت يا ريس اما تقابله خليه يعزمك على غدوه في الفيوم على حسابك حبيبي يا استاذ عبد الهادي بشكرك يا باشا كل سنه وانت طيب حبيبي يا باشا تسلم يا باشا معانا مداخلات ثانيه يا استاذ تامر حبيبي يا باشا حبيبي ماشي ماشي يلا احنا عايزين ناخد مسا بقى ما تدينا مسا كده انا عايز امسا انا ممكن تديني اديني مسا دوس يلا يلا على الصعيدي مثلا عشان نحيي حبايبنا بقى كلهم يلا يا احلى تحيه معايا يا باشا يلا يلا هو اللي مسي عليه الحاج محمد بيمسي على تامر تامر عبد الجيش ورماني روماني خلف الموسيقار وروماني 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 طه طه الامير اما قلت طه الامير يبقى الكبير الكبير طه الامير الكبير عبد الله العربي ابو ساعد ابو ساعد والصف والجيزه تفيق تفيق حلوان مدرسين حلوان مدرسين شبرا 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 ورماني ورماني استاذ محمد رمضان يعني كوميديا يعني الصحه والجمال هو التحيه كوميديا الكبير 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 محمد رمضان والملك استاذ تامر استاذ تامر عبد المجيد والاستاذ رامي الطيار رامي مين بقى يابا؟ رامي الطيار طب رامي يا رامي يا رامي يا رامي رامي الطيار المخرج بتاعنا والكاميرا والاضاءه وكرمان كرماني كرماني عم احمد حافظ الزقازيق الشيخ
الشرقية وبالبيت بالبيت الشرقية حقود والجيزة والهرم أبو النمرس حوامدية منوات شبرا صنعاء إمبابة فيوم 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 دجاجيج دجاجيج حماد أسيوط إسماعيل وجنة المنيا المنيا أبو المنيا 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 أسيوط أسيوط ومدلوي مدلوي مدلوي نجح حماد نجح حمادي أبو رقاص رجالة روح يا بروح يا بروح يا يابا 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 روح يا بني سويف والجيزة اسماعيلية الجيزة اسكندرية اسكندرية عم سيد الشهاب مين بقى مين بقى مين عم سيد الشهاب مين بقى عم سيد الشهاب الكبير الكبير الإدارة الإدارة عم سيد الشهاب اللي بيمثل عم سيد الشهاب الكبير بتاعنا هنا مين تاني بقى النهاردة عيد ميلاد مين النهاردة أبو مندو أبو مندو أبو مندو أبو مندو كل سنة وطيبة ومندو عيد ميلاد مين النهاردة يا عم عيد ميلاد مين النهاردة أبو مندو أبو مندو أبو مندو أبو مندو هو ده بس خلاص شكرا يلا باشا تسلم يا كبير نبات فيه كيفك يعني حبيبي يلا فنان بقى سمعنا حاجه كده لخاله عبد الباسط حمود يلا يا باشا ايوه لسه سهرانين معاكم ومكملين طب انا ممكن اقول كلمتين كده طبعا انا بحيي الفنان كبير قوي فريق شوقي فنانين مصر الفنان عبد الباسط حمود طبعا وبحيي طبعا كل اخواتنا وكل طبعا شغالين طبعا حبايبي وبنحيي استاذ شهاب الامير اللي بيحيي المالطا فندي وابو ماندو والمخرج الجميل قوي قوي المخرج رامي الجيار استاذ محمد رمضان طبعا وطبعا كل اخواتنا الفنانين الشطار ونجوم مصر ونور الدنيا واستاذ عباس حموده احنا هنقول طبعا كل حاجاته حلوه ما تنساش بس الصوت مسي مع عم علي حسين بتاع الصوت عشان زعلان قوي طبعا عم علي حسين عم علي حسين ده الصوت عم علي حسين صوتياته المريان طب اسوان بقى عشان تحيه انا عايز تحيه لاسوان لعم علي اسوان اسوان يا عم علي بلاكوا ادفوا الصوت عباس حموده بقى كل اغانيه حلوه ولا وحشتونا يا حبايبي الله الله اه ها ابو ماندو وعبال مليون سنه وطبعا المخرج الجميل استاذ رامي الجيار من قلبي عنك وانت قلبك مش هنا اديني قلبك ليه تعزه عننا من قلبي عنك وانت قلبك مش هنا اديني قلبك ليه تعزه عننا اديني قلبك خد قلبي اديني قلبك خد قلبي اديني قلبك خلي المحبة حبة تجمع شملنا مالدي كاميرا سيئة دير حبك وخد حناني ريح لي جنبك ولو ثواني ولا انت قلبك في حد تاني اديني حبك وخد حناني ريح لي جنبك ولو ثواني
والله انت يا مالتي في حد تاني رغم العذاب وزعل منك ما اقدرش يوم استغنى عنك رغم العذاب وزعل منك ما اقدرش يوم استغنى عنك قلبك 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 وحشتونا حبايبي بص شغلت بالي شغلت بالي ومن تدارب اللي جراني شغلت بالي شغلت بالي ومن تدارب اللي جراني شغلت بالي شغلت بالي ولا انت دارب اللي جراني شغلت بالي شغلت بالي ولا انت دارب بالي 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 شغلت بالي شغلت بالي ولا انت دارب اللي جراني شغلت بالي شغلت بالي شغلت بالي شغلت بالي ولا انت دارب اللي جراني شغلت بالي شغلت بالي انت دارب اللي جراني يا مقصر الليل شغلت بالي شغلت بالي انت دارب اللي جراني يا مقصر رغم العذاب وزعل منك ما اقدرش يوم استغنى عنك رغم العذاب وزعل منك ما اقدرش يوم رغم العذاب زعل منك يا مالتي واللي جرالي ما كان على بالي يالي 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 حبايبي يا مرضي قالوا ايه احلى ناس احلى ناس اسكندرية احلى ناس قلوبية احلى ناس اسكندرية احلى ناس حلوان احلى ناس صبرا احلى ناس احلى ناس احلى ناس هو عشان يعني حبيبي يوم يزود تعذيبي هو عشان يعني حبيبي يوم يزود انت عم ليه بس يا قلبي ما تاخد بختك ونصيبي مالك مدرسين مالها احلى ناس محل احلى ناس بركة السبت احلى ناس اوسنا 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 احلى ناس احلى ناس حلفت ما اسأل ولا اشوفه مهما اكون حتى ظروفه حلفت ما اسأل ولا اشوفه مهما اكون لما يظهر قدامي احن اول ما بشوفه يا ناي قلبي يا ناي قلبي قول ما تقولش تعيد ما تعيدش انا حبك ما بتبتش ما تعيدش
قول ما تقولش عيد ما تعيدش. قول 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 يا بي. الله الله ايه يا عم ده يابا ايه ده حبيبي عليا كذا وكذا سيادنا راضيين عليه حبيبي. اتفضل يا فنان. ايه يا عم ده يا عم حبيبي يا استاذ ده انت عم العالم وعم الفن الشعبي والله. الله يخليك يا استاذ. يا سلام على عباس. انت عشان طلبت حاجه لعباس حمود ده عباس يا جماعه. يا نهار ابيض على عباس ايه ده وحش. ما علينا برضو امشي بقى. لسه مكملين معاكم ويا رب نكون قادرين نساعدكم ونبسطكم ونرسم الفرحه على وجوهكم والباقه والسعاده تخش بيوتكم في ظل الايام الوباء والمرض والكورونا والحظر. وربنا دايما يا رب يحفظ مصر ويعدي الازمه على خير. لسه احنا مكملين معاكم علشان نتبسط ونضحك ونفرفش ونغني مع الملطة فندي. انسى الدنيا وركز معايا. مجدي الاولانيه بقى خلاص الثانيه بقى يلا باشا يلا باشا بس على الرايق على الرايق وعلى الرايق عشان انا قلبي حن ورق. مجدي الحسين هتسمعني يا مجد وهتقول لي ظلموه لحسن. استغنى عنك حبيبي وربنا بحبك يا مرتي من وانا لسه لوحدي وانا مسنود عليك اخويا وحبيبي في الاوجاع طبيبي حلوة حياتي بيك تمر بولا مع ملعبولا على قد جسمك لو غبت حتى في اي حتة كفاية كفاية اسمك لو غبت حتى في اي حتة كفاية اسمك بحبك يا صاحبي احنا علي توفيق احنا علي توفيق علي توفيق اكبر علي علي توفيق الكاميرا الكاميرا علي الصورة هيطلعنا حلو
الشاشة يعني هنظبطه هنظبطه. علي مين بقى؟ علي توفيق توفيق يا علي توفيق يا علي علي توفيق الكاميرا الكاميرا علي توفيق الصحة والجمال الكاميرا مان اللي نورنا هو ديك علي توفيق يا علي. روح يابا روح يابا روح يابا ونملك روح يا ماجد روح يا ماجد عليا الزمن بيدك بترفعني تحب من غير تمن عمرك ما بتبعني. يميل عليا الزمن بيدك بترفعني تحب من غير تمن عمرك ما بتبعني. بتحس بيا من غير ما اقولها لحرف ايمن في ظهري في كل لحظه ضاع. بتحس بيا في كل لحظه ضاع. بتخاف علي دايما معايا بعين جسمك تبر رجولة معمولة عمولة على قد جسمك وغبت حتى في اي حته كفايه اسمك. تبر رجولة معمولة عمولة على قد جسمك لو غبت حتى في اي حته كفايه اسمك لو غبت حتى في اي حته يا انا كمان بحبك يا مجدي بحبك يا مجدي. التحيه لعم علي حسين الصوت الصوت علي حسين اسوان وعسل اسوان الجعفره وعسل الجعفره واسوان واهل اسوان حبايبي الشعب الطيب المحترم الاصيل. معانا مين يا ريس؟ الفنان محمد المنسي اخويا حبيبي يا فنان يا منسي. مساء الفل يا استاذ حازم. مساء الفل عليك. عامل ايه يا حبيب قلبي؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا حبيبي ربنا يخليك يا رب يا استاذ حازم وعيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله وعلى كل المشاهدين اللي بتشوفنا. ربنا يخليك يا حبيبي. وتحياتي طبعا لاخواتي المطربين الفنانين اللي معاك حبيبي اخويا طه ومجدي حبيبي استاذ بيحيوك يا فنان. ربنا يخليك يا حبيبي. وانت اخبارك ايه واخبار الكورونا معاك ايه؟ والله استاذ حازم اهو قاعدين في البيت الحمد لله. لا انت اخر مره كنت عندي كنت بتكح وتعطس. لا غفيت الحمد لله وكله زي الفل. اعترف. الحمد لله والله. لا الف سلامه عليك ربنا يحفظك يا منسي. ربنا يخليك يا حبيبي. الفنان محمد المنسي. الموسيقيين اللي موجودين معاك برضه تحياتي ليهم. الاستاذ روماني خلف معانا اهوت والاستاذ صبحي خلف. حبيبي يا روماني. وعم حميدو والاستاذ ايمن حميدو والاستاذ عبد الظاهر والاستاذ عبد الظاهر السقا معانا برضه. كلهم اخواتنا كلهم اخواتنا كل سنه وانتم طيبين. الله يصحى السلامه. وتحياتي للاستاذ اسامه ابو مندو الاداره. طبعا الاداره ابو مندو حبيبي. عيد ميلاده النهارده اقول له كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا عم اسامه. كل عام وانت بخير يا فنان. وانزل يا جميل في السقا. الله استنى بس الفرقة استنى يا منسي قول يا حبيبي مع الفرقة بقى يلا يلا مع الفرقة يلا زرموني. وانزل يا جميل في الساحة يلا واتمخطر كده بالراحة أنا قد عنك مع إني نظرة عيني الدباحة مالك طالع في العالي يا مالي قلبي ليالي أمرك يا جميل حبيبي. شكرا يا منسي بشكرك على هذه المداخله الجميله بشكرك الفنان محمد المنسي طبعا حبيب. صوت عذب وفنان جدع وشهم من الفنانين اللي انا بحبهم. الملحن تامر كروان اهلا بيك يا فنان. ربنا يخليك حبيبي يا فنان اتفضل. ربنا يخليك وتحيه لقناه صحه وجمال. ربنا يخليك منور الدنيا. ربنا يخليك وتحيه طبعا للنجم الجميل عبد الله العربي حبيبي يا استاذ تامر كل عام وحضرتك طيب.
الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم جميعا ان شاء الله، وعيد فطر سعيد على مصر كلها. كل سنه وانتم طيب يا استاذ، ربنا يرحم كل شهداء مصر، كل سنه وانتم طيبين. اللهم امين. وحشتني يا ابو شادي. ربنا يخليك يا حبيبي. عايزين نقعد عشان انا كده تعبت بصراحه. انت بتعاتبه على عبد الله ماشي. حبيبي حبيبي استاذ تامر هو اللي عامل لي الاغنيه وتقريبا هو اللي عامل ثلاث ارباع الشغل اللي موجود في السوق دلوقتي ما شاء الله. استاذ تامر كروان ملحن ممتاز معروف يعني علم. الله يخليك، شرف ليك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا رب. ما بتعملش حاجه بقى للوضع اللي احنا فيه ده ولا ايه؟ عاملين ان شاء الله كذا حاجه ان شاء الله الفتره اللي جايه دي. ربنا يوفقك يا باشا وتحياتي ليك وبالتوفيق. بشكرك على المداخله الجميله. عاملين حاجه لمصر حلوه قوي يعني. بتقول ايه يا فندم؟ عاملين حاجه لمصر حلوه قوي. طب هينفع نسمع حاجه ولا مش هينفع؟ ينفع قوي طبعا. طب اتفضل يا باشا. الفرق بيننا اني بعشق مصر وانت بتقتل لاجل كرسي وقصر. الفرق بيننا اني بعشق مصر وانت بتقتل لاجل كرسي وقصر، وانا بضحي بروحي لبلادي وانت خليت عندك مصر كل اللي قالوا دمروا جربوا، ومن اللي كانوا بيعملوا شربوا، كل اللي قالوا دمروا غربوا، ومن اللي كانوا بيعملوا شربوا، وكل ظالم يجازي ربه. عقل بقى ده اللي بقي لنا الله عليك. والفرق بيننا اني بعشق مصر وانت بتقتل لاجل كرسي وقصر، وانا بضحي بروحي لبلادي، انا بضحي بروحي لبلادي. كل سنه وانتم طيبين. الله عليك يا استاذ تامر، احسنت ما شاء الله، حاجه جميله ورائعه. واحلى تحيه منك ومن قناه المالطا فندي، من قناه الصحه والجمال، برنامج المالطا فندي لمشاهدينا ولارواح شهدائنا سواء من الجيش او من الجيش الابيض، اخواتنا الاطباء اللي توفوا طبعا في جائحه كورونا والتمريض، وكل الناس اللي واقفه عشان تحمي الشعب المصري سواء بيحمينا على الحدود او يحمينا من المرض، كل اللي واقف على الخط الاول واستشهد احنا تحية منا ليه. وبنحييك الاستاذ تامر كروان على هذا العمل الجميل والرائع، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. اشكرك. معانا مكالمات تانية نكمل يا برنس. عبد الله يلا يا عبد الله، انا عايزك تولع الاستوديو، انا عايز الكهرباء تسقط عليا من فوق. تمام يلا يا باشا. هتسمعني يا عبد الله؟ تعالى بس. لا سيبني انا اسمعك بقى على ذوق. ايه حاجه كده على كيفك؟ هتفاجئني. اه فجأة. بس بهرني. ده هبهرك. ماشي اتفضل. يلا يا عبد الله. Thank you.
يا خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن ده انا مهما خدتني المدن خدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن برمي روحي عليك تطبطبي ما بحسش بالفرح ده إلا في حضنك يا أمي أما أما يا ياما أنا بحبك ياما أما يا ياما بموت فيك أنا ياما كل الناس ممكن تخمك إلا هي تشيل في همك كل الناس ممكن تخمك إلا هي تشيل في همك ده النبي سألوا الصحابي قال له أمك صرنا أمك أه يانا 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 ياما أما عليك ضمة أه يانا 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 ياما أه يانا 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 ياما أما عليك ضمة أه يانا 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 ياما 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 أه يانا 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 ياما أما عليك ضمة بتشيل عني ما تخلي بتشيل عني ما تخلي مهما سمعت انا وتقلي كلامك عجيب بتشيل عني ما تخلي مهما سمعت انا وتقلي كلامك عجيب لو شعري شايل لسه بتطبطب يما لسه في مر بتحل
طب شوش كده يا زمان نفتكري واحدة واحدة عليها الدنيا دي لو تجعل حجري تسوى ايه بعديها طب شوش كده يا زمان نفتكري واحدة واحدة عليها الدنيا دي لو تجعل حجري تسوى ايه بعديها يا عالم شر حسادة وفي كل غل بزيادة يا عالم شر حسادة في كل غل بزيادة يا رب افضل كده حريقكم ولكم ما تتقطع عادة ابعدوا عن شري وفنوني ايه بالشر تدعوني لا 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 اتفضل ماشي الله عليك يا فنان الله الله عليك معانا التليفون الفنان ايهاب المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا بص يا باشا كلمنا من التليفون وطي التلفزيون وطي التلفزيون واتكلم من التليفون طب وطي التلفزيون واتكلم من التليفون استاذ ايهاب المصري معانا بس وحصري معانا على التليفون استاذ ايهاب المصري بس بقى يا فنان كل سنه وحضراتكم طيبين كل سنه طيب عيدك مبارك الله يخليك علينا وعليك يا رب تحياتي لاخواتي الفنانين الموجودين مع حضرتك استاذ رماني حبيبي استاذ رماني بيمسي عليك يا استاذ رماني انت نمت ولا ايه؟ بيمسي عليك بس عليه وتحياتي تحياتي للساده المطربين اللي مع حضرتك وعم حميدو حبيبي غالي عليا وكل شط حضراتكم طيبين جميعا يا رب وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى الاسره جميعا تحياتي ليكم كل سنه وانت طيب يا فنان حبيبي عربي حبيبي مجد الحسين عبد الله العربي ربنا يخليك استاذ عبد الله العربي حبيبي ايوه حبيبي ربنا يخليك كل سنه وانت طيب حبيبي يا باشا حبيبي يا سؤال حبيبي الله يخليك يا حبيبي كل سنه وانتم طيبين كل طيب كل سنه وانتم طيب وعيدك مبارك معانا ابراهيم من التبين السلام عليكم يا استاذ حازم اهلا بيك يا استاذ ابراهيم ازيك يا نجم مصر عامل ايه يا نجم العالم ازيك يا نجم مصر عامل ايه يا نجم العالم يا استاذ ابراهيم وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون كل سنه وانتم طيبين اولا كل سنه طيب جميعا وانا بقول ان عبد الله العربي ده رمضان البرنس الثاني احلى برنس رمضان العربي عبد الله عبد الله العربي حبيبي يا ايمن شرف ليا والله عبد الله العربي بقى من مصر بقول لك هو في الخطه رمضان البرنس الجاي ان شاء الله عبد الله صوت واعد وان شاء الله ربنا يكرمه باحسن بكتير كمان بشكرك احلى تحيه للتبين وعرب ابو سعد والصف وحلوان ورجاله الابل كله والجنوب الفنانه ياسمين الفنانه ياسمين الو الو كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبه يا فنانه يا فنانه اه عايز اسمعك صوتي كده يا رب يعجبكم وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون حاضر خلاص هيا فنانة سمعينا قولي يا ليلي يا ليلي يا ليلي حلو صدى الصوت تعملوا ازاي يا فنانة ألو بشكرك يا فنانة ياسمين معانا مكالمة من الصف مركز الصف في محافظة الجيزة السلام عليكم عليكم السلام معاك محمد أحمد أهلا بيك يا محمد يا أحمد يا باشا أبعت المسا للمتعلمين اللي معاك أحلى مسا من الصف ورجالة الصف أحلى
والاخصاص ورجاله الاخصاص وعبد الله العربي ببعت له تماس. حبيبي يا محمد كل سنه وانت طيب. حبيبي كل سنه وانت طيب يا معلم. وعايزين واحد ده امريكا دوله ومصر دوله وعرب ومساعد ارض العتاوه. ده حقيقه فعلا. طب نقولها عادي عرب ومساعد حبايبنا يعني. امريكا دوله ومصر دوله وعرب ومساعد ارض العتاوله. ارض العتاوله ده احلى احلى كلام لابو سعد وعرب ومساعد. احلى مسا من الحمايده لاخويا عبد الله شريف. احلى مسا من الحمايده. تحياتي ليك يا محمد بشكرك بشكر كل الصف وآل الصف وابو سعد والاخصاص وكل الناس اللي موجودين معانا. والبحيره معانا رحنا بحري شويه اهو. من بحيره؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا باشا كل سنه وانت طيب. ازيك انت يا باشا كل سنه وانت طيب. الله يخليك يا رب. على فكره انا بحب حضرتك جدا جدا جدا. والله العظيم انا بموت فيك حبيبي يا رب ربنا يخليك. ده احلى كلام في الدنيا ده. انا برضه زيك مصري. ها؟ انا مصري وانت مصري برضه. ايوه انا انت مصري وانا مالتي. اه طب بتصبح بتصبح على النجوم اللي في حضرتك والاستاذ ظباط الكايين وبتصبح على اللي زي العسل النجوم اللي في حضرتك اللي ممتعتنا بصوتها. الله يخليك. انت بتصبح ولا بتصفح؟ ما بيغني تملي زي حالاتنا بيصفح ويمسي. احلى مسا واحلى صباح على البحيره وعسل البحيره. بشكرك يا باشا تحيه للبحيره وكفر الدوار وكم حمد وكل الناس الحلوه. الفنانه انتصار. مساء السعاده. مساء الانوار يا انتصار. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا عسل عامله ايه؟ يا احلى مالتي يا طيب. ربنا يخليك. الاغنيه الاخيره انت عاملاها اسمها ايه؟ حمو ولا اسمها ايه؟ الولا حمو. الولا حمو. انت مش عارفه تعملي الولا حزوم الولا المالت يعني اي حاجه كده. حزوم حلو وامور. لا الولا حزوم دايما مهزوم. لا الولا حزوم حلو وامور. طب كفايه كده اتصل لحسن المدام بتهدد ضرب النار. لا حزوم ده حبيبي واخويا وزميلي واجدع حد شفته في حياتي واجدع مالتي واحلى برنامج واحلى قناه واحلى فنانين معاك وتعمل جو حلو جدا جدا جدا. وعيد سعيد علينا جميعا يا رب كده على الامه الاسلاميه وعلى مصر وعلى العالم وربنا يزيح الغم علينا جميعا يا رب. يا رب. ميرسي يا انتصار وبشكرك على المداخله الجميله الفنان انتصار الفنانه الجميله الرائعه. مين معانا يا ابويا؟ سيد حلمي من القليوبيه. لا سيد حلمي من العزيزيه. سيد حلمي من العزيزيه. عامل ايه يا سيد؟ ازيك يا استاذ حازم عامل ايه يا باشا؟ هم اللي قالوا القليوبيه يا سيد انا ما اعرفش انت يعني. بمس عليك وبمس على الفرقة الجميلة وكل سنة وأنت طيب وعيد سعيد عليك إن شاء الله. حبيبي أبو السيد أحلى تحية لسيد حلمي أبو عبد الله والعزيزية والبدرشين والحامدية والمنيب والمنوات والصف ومانيا لطموه منوات. هرم هرم هرم. حبيبي حبيبي يا سيد. ربنا يخليكوا بتقدم كده إن شاء الله يا أستاذ حازم. كل سنة وأنت طيب يا سيد وخليك معانا لسه مكملين. الفنان طه الأمير هيقوم الوقت يولع الكوب. احلى تحية الفيوم محمود من الفيوم. اصحى صح النوم معانا محمود من الفيوم يا محمود. محمود يا محمود. محمود ايه ده يا محمود؟ محمود محمود وقع. طيب استاذ طه حبيبي عليك مسؤوليه كبيره جدا. الوطن العربي كله في انتظارك يا نجم. انا تحت امر اي حد. الوطن العربي كله قاعد مهموم الوقت قدام الشاشه يا نجم. عينيا حاضر. مسؤوليه كبيره امانه في رقبتك. حاضر. مرح الناس. ما احنا فرحنا بقى عايزين حاجه بقى. انا عايز انا مش عارفني انا تهت مني. حاضر اقولها لك بس. انا مش انا. بس انا عايز اقول حاجه ده خاص كده. قول. بعد يلا. اذنك يعني. قول هات النووي. ها؟ تقول ايه؟ مين اللي هاتها؟ ايه؟ حبايبي طبعا. اخواتنا الفنانين طبعا والاستاذ حازم عبد الله العربي استاذ حسن استاذ حازم مال اه المال ده ماندو استاذ حازم لطفي استاذ حازم والاسره الفنيه وابو ماندو المخرج الجميل والقمر الشهيه وطبعا كل اخواتنا استاذ علي توفيق قمر خفيه قمر الشهيه ده خاص
عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي 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 يا عيني يا يا ليلي فين الحنان اللي اكسب حنانك فين يا غالية عندي يا أمي وأغلى من سواد العين قلب اللي حبك انا اتمنى يكون قلبين علشان يصعد في احساسي وتقديري لقلبك اللي ملا قلبي وانا ابني يومين فين الحنان اللي يكسب حنانك فين غالي عندي يا أمي وأغلى من سواد العين قلب اللي حبك أنا أتمنى يكون قلبين علشان يسعد في إحساس وتقديري لقلبك اللي ملا قلبي وأنا ابني يومين حبك في دمي وشغلة غدا وامامي وتطلبي للسعادة وكل حظي بفضل لرضاك يا أمي أحلى حروف الكلام لما بقول ياما أحلى حروف الكلام لما بقول ياما أحلى حروف الكلام لما بقول ياما هي النعيم والرضا والحب واللمة راح راح راحت في عز الصبا وسابتني وحداني راحت في عز الصبا وسابتني وحداني انا تايه في دنيا الهموم انا تايه في دنيا الهموم واشكي لمين ياني لعطف خالتي رضاني لعطف خالتي رضاني ولا حنان أما يما 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 وفين انت فين فين يا نبغ الحنان فين انت فين فين يا بر الامان وفين انت فين فين يا نبغ الحنان وفين انت فين فين يا بر الامان ضميني وخديني محتاج لحنانك ضميني وخديني محتاج لحنان ضميني
وخديني محتاج لحناني لحنانك ضميني وخديني محتاج لحناني بعد الحبيبة مفيش احباب والحد دق علينا الباب بعد الحبيبة مفيش احباب ولا حد دق علينا الباب كانت فاتحة لينا البيت والحب وبعد منها بقينا غراب كانت فاتحة لينا البيت والحب بعد منها بقينا غراب يما 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 ياللي معاك الأم وعم زعل أمك يوم وعم ياللي معاك الأم وعم تزعل أمك يوم وعم اعطف عليها وراعيها وكتافها كبير بيها اعطف عليها وراعيها وكتافها يما 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 عيني على الأم وحنان الأم عيني على الأم وحنان الأم لا خلو ولا عم بيشيل الغم خلو ولا عم بيشيل الغم الأم تحت دم الجنة رضا يفتح شبابيك تحت دم الجنة رضا يفتح شبابيك الأم تحت دم الجنة رضا يفتح شبابيك نور يما 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 عيني على الأم وحنان الأم عيني على الأم وحنان الأم خلو ولا عم يشيل الهم لا خلو ولا عم يشيل الهم خلو ولا عم يشيل الهم الأم تحت دم الجنة رضا يفتح شبابيك نور الأم تحت دم الجنة رضا لا طفل يجري يقول بابا ولا يقول له حبا حبا لا طفل يجري يقول بابا ولا يقول له حبا حبا من مغربية بنام مقهور البيت في عيني كما غابة من مغربية بنام مقهور البيت في عيني يما 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 عيني على الأم وحنان حبيبي خلصت مفيش مايك اصلا لا شغال ما تقلقش لازم اقول لك على عمال اقول من قلبي اثبت بس انا عايز انا مش عارفني انا تهت مني انا عشان اقسم بالله ما قلت لك انها لك وانا مصدعك حاضر يلا قول حسيني بقى عشان الصوت انا ايوه عشان خاطر حي بقى اللي انت عايز حي انا عايز اقول انا مش عارفني انا مين عايز اسمع مين حاضر حي بقى الحبايب ما انا الاستاذ المصور اللي معانا اسمه ايه؟ علي علي توفيق يا ولا تحية كل المصورين وكل قناة الصحة والجمال الصحة والجمال كل اصحابنا وحبايبنا وكل المطربين اللي شغالين واحلى تحية لتقى واحلى تحية لتقى تقى تقى يلا بس انا مش عارفني انا كنت مين وحشتونا يا حبايبي مالتي حبيبي احلى ريم حر انا مش عارف انا تهت مني انا مش انا قديم الم قديم الم ولا 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 ولا
شكل الشكل ولد 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 انا انا مش عارف انا تهدي مني انا مش انا لا دي ملامح ولا شكل الشكل ولد انا انا مش عارف انا تهدي مني انا مش انا لا دي ملامح ولا شكل الشكل ولد انا ابص روحي فجاه لقيت ابن بنتي فجاه تعبت من المفاجاه ونمت دمعتي دي ليه يا مرايه ودي ليه حكايتي الكوتش كوتش دي نايم واخر قصتي ابص روحي فجاه لقيت ابن كبرت فجاه كبرت تعبت من المفاجاه ونزلت دمعتي قولي لي يا مرايه قولي لي حكايتي كوتش دي نايمه واخر قصتي انا مش عارف انا تهدي مني انا مش انا لا دي ملام ولا شكلي شكلي ولا ده انا ولا ده طفيت الشمس انا استبطرت دمعي العمر راح هدر كتبت القاب ألمي كسرت سني ألمي وبرضه بقول قدري يا دنيا طفيت الشمس يا ناس كترت دمعي العمر راح هدر كتبت القاب ألمي كسرت سني ألمي وبرضه بقول قدري حزين من صغر سني ومن على الأغي عيني واخداني الخطاوي تركاتي مني أبص روحي فجأة لقيت ابن كبرت فجأة كبرت تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي قولي لي يا مرايه قولي لي حكايتي كوش مين عيني واخر قصتي أنا مش عارف انا تهدي مني انا مش انا لا دي ملام شكلي شكلي ولا ده انا ولا ده يا الله يا للجرح يلي معايا زي ضلي مقالس وحدتي سرقت العمر كله خلاص ما بقاش فاضلي للجرح ودمعتي يا قليل الجرح يلي معايا زي ضلي مقالس وحدتي سرقت العمر كله خلاص ما بقاش فاضلي للجرح ودمعتي جريح وناموس بيدي افتش بس بدي جرعتي انا سرودي جنيتي الشكل ورد ابص الروح فجأة لقيت اني كبرت فجأة تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي قولي ليه يا مراية قولي ليه حكاية كوتش مين عيني اخر صدري ابص الروح فجأة لا 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 ادني كبرت فجأة تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي قولي لي يا مراية قولي لي ايه حكاية كوتش مين هاي رقص الملطة ايه هو ده اعلى اعلى Thank you.
ولا 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 في أب ولا في بعد ولا في قبل ولا في ولا 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 في أب ولا في بعد ولا في قبل ولا في بعد ولا 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 في قبل ولا في بعد ولا في قبل ولا في بعد حبيبي العيد العيد أنا لك وحيا الله خط قطع. استاذ احمد، استاذ احمد مساء الخير يا مالتي. انا قطعت السلام عشانك يا حبيبي. مساء الخير يا مالتي جميل. مساء النور، كل سنه وانت طيب وعيدك مبارك. كل سنه وانت طيب، والفرقه الموسيقيه الجميله والاخوه المطربين، حاجه جميله بجد والله يا استاذ. الله يخليك يا استاذ احمد، سعيد مقدم برنامج الكره والجماهير، المقدم البرامج الرياضي المعروف طبعا حبيبي يا استاذ احمد. منورني. منور الدنيا، وكل سنه وانتم طيبين والله يا استاذ. يا حبيبي يا حبيبي بشكرك يا عم احمد، كل سنه وانت طيب. استاذ احمد سعيد بشكرك حبيبي. حبيبي كل سنه وانت طيب. وانت طيب. خلصت حلقتنا للاسف، الوقت سرقنا. كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده، لكن طه ولعها، طه شعللها على الاخر. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده في برنامج المالطا فندي وسهره عيد الاضحى. تعالوا معانا، تعالوا كده كلنا، خليكم انتوا عشان ابوس. تعالوا انتوا، تعالوا جنبي بقى كده يا حبايبي. اوعى تقوم، اوعى تقوم. بحيي الفنانين الجمال اللي عملوا معانا السهره الجميله دي النهارده. الفنان عم ايمن حميدو، انت غششني غششني، والاستاذ عبد الظاهر سالم، والاستاذ صبحي خلف، والاستاذ روماني خلف. الفرقه الجميله اللي امتعونا النهارده وشرفوا برنامج المالطا فندي واسعدتوا جمهور المالطا فندي، انا بشكركم وخالص تحياتي ليكم، نورتوني وشرفتوني. كمان بشكر النجم الصاعد الواعد مجدي الحسيني. نورت يا مجدي، وكل سنه وانت طيب وعيدك سعيد، ونورتني وشرفتني. عبد الله العربي اخويا حبيبي الفنان الكبير، نورت وشرفت حبيبي. حبيبي اخويا بقى طه، ولعت الدنيا حبيبي. والله نورت الدنيا. الله يخليك يا عم. عايزك بقى تختم بحاجه، نروح والتتر ينزل علينا واحنا رايحين. ماشي تمام.
خليكم معانا، بشكركم، انتظرونا حلقه جديده من برنامج المالطا فندي. يلا باشا، يلا يلا ايوه. متشكرين على الالام وعلى الجراح، متشكرين على اللي عدى واللي راح، متشكرين على الالام وعلى الجراح، متشكرين على اللي عدى واللي راح. فاكر ان انا معلي فات على الحنين والذكريات، ان انا معلي راح انا وانتو ياللي خدتو اما شفتو الولد عندو، انا وانتو ياللي خدتو اما شفتو الولد عندو، بكره كلنا بجراحكم بنعم، بكره كل الناس بعذابكم تهرب منكم، بكره تفتكروني يا اللي ظلمتوني، وهتبكي عليا عيونكم، وانا انا وانتو احلى مالدي واحلى مجدي وعبد الله حبيبي، وتحكينا انا ابو عبد الله العربي، ابو عبد الله العربي والنجم مجدي الحسيني، وطبعا حبيبي الدنيا كلها احلى حازم المالطي ابو ماندو ابو عبد الله ابو ماندو. يا انا نسينا نسينا ابو ماندو، ابعت لنا ابو ماندو. يا ابو عبد الله يا حلو ناديني وشوف مناديني، وحلو